لو الحكاية فيها إن فيجو مصر مبارك لك الاسماعيلي بعد الاحتفاليه الجميله ديت تقول لي لعيبه الاسماعيلي يعني بص انا سعيد والله ان شفنا هي دي الناس يعني الناس تيجي تشوف الفتره الواحد قضاها في الاسماعيلي بالرغم انها فتره قصيره انا حاسس ان انا بقيت في الاسماعيلي كتير ثابت احنا بنتكلم شوقي يعني اكيد ان كاب شوقي هو اللي هيرشح مدير فني النادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه هل بالفعل في ترشيحات بس هو وفي كلام الحاج محمد كلمني وقال لي الكلام ده وكده فيتعرض ناس على مجلس الاداره عايز ان انا اقابل مشروع معاهم لكن في نفس التوقيت انا جاهز بتقرير للمدير الفني اللي هيجي هيلاقي عنده هيكل فريق هيلاقي عنده هيكل تيم هيلاقي فيه اعداد تم هيلاقي فيه جاهزة للدوري باذن الله باذن الله اللعيبه اللي موجوده انا متاكد انها هتساعده خلال الفتره اللي جايه باذن الله. طب شوقي اخر مباراه لكابتن شوقي مع النادي الاسماعيلي هيكون اخر اسبوع اخر سؤال يعني كابتن شوقي تنازل عن راتبه النادي الاسماعيلي بص يعني المواضيع دي في الموضوع اللي ما بتكلمش انا بتكلم في الفلوس ولا بتكلم في اي حاجه تخص الفلوس انا دايما طول عمري ما بتكلمش في اي حاجه تخص الفلوس علاقتي بالنادي الاسماعيلي كاداره علاقتي بالحاج محمد ابو سعود اكبر من فلوس واكبر من اي حاجه الله يخليك.